بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السادة الوزراء، السادة مستشار وزارة الملك، السادة المدراء، السادة الأساتذة المحترمون الأجلاء، إخواني أخواتي، بطبيعة الحال يسعدني اليوم أشارككم افتتاح شغل المؤتمر الوطني الأول للغة العربية الذي تنظمونه تحت شعار واقع اللغة العربية من المغرب بين التعددية والتنمية، وهي مبادرة مهمة يحكمها سياق وطني ودولي يجعل من اللغات عموما واللغة العربية على وجه الخصوص محط نقاش وجدال يحتاج الى الانصات الى نتائج الابحاث العلميه وخلاصات جهود المفكرين والباحثين عوض الخوض في الموضوع بمقاس ايديولوجي سياسوي لا يفضي الى نتيجه ولا يؤسس لسياسه لغويه رصينه تجمع بين تعزيز الاختيارات الوطنيه المرتبطه بالهويه وتعزيز انفتاح اللغات والثقافات الحضاريه في عالم يحتاج الى التقارب والتعاون. وكنت أود أن أؤجل تدخلي إلى آخر الجلسة الافتتاحية، ربما لم يعني أفهم جيدا على أساس أن لا يتجاوز الوقت وقت وجوب حضور البرلمان في جلسة جلسات الأسئلة الشهرية، ولكن مدام السيد الرئيس وهو في ثقافتنا مطاع قد ندبني الى ان اتكلم لدى الاستاذ تجري المحترم والعزيز على المغاربه والذي اصبح في الحقيقه واحدا منهم يسعدون به ويسعد بهم. اردت بكل صدق وبكل اخوه وبكل اختصار ان امكن أن أتساءل عن مدى يعني ضرورة مثل هذه اللقاءات. الأستاذة خناتة بن غنى العالمة والشاعرة والمفكرة والمرأة المشرفة للمرأة المغربية يعني بدأت جلستها أمامي باستنكار أن نكون في حاجة إلى مثل هذا اللقاء، لأننا في النهاية بدأنا نتساءل عن أمور ما كنا نتصور ربما في وقت سابق أننا سوف نتساءل عنها، عن اللغة العربية ومكانتها وتنميتها والتعددية اللغوية إلى آخره. طارت أن أشارككم ببعض الأفكار التي عنت لي وأنا أستمع للإخوة وذكرتني بي. الأولى هي أن اللغة ليست شيئا مطلقا، فهي شيء له منطق، وفعلا هي يدافع عنها كما يدافع عن أي شيء. وتعلمون جميعا قضية اللغة الفرنسية في الكيبك وكيف أن الكيبك أصدر قانون لكي يدافع عن اللغة الفرنسية ليس ضد اللغة العربية ولكن ولا حتى ضد اللغة الإنجليزية التي يعلمونها لأبنائهم، ولكن لأنهم أصبحوا يرون أن اللغة الإنجليزية الموجودة في المنطقة الثانية من كندا بدأت تهيمن على الحياة العامة في الكيبك، فأصدروا قانونا مشهور رقمه مشهور أو شي حاجة ما بغيتش نكرر باش ما نغلطش، يعني للدفاع عن لغتهم. ففي مراحل من المراحل يكون من طبيعي الانتباه للأساسيات حتى لا نسلب كل شيء ونحن لا نشعر. وإذا جاز لنا أن نستدل من دولة إسرائيل التي حسب معلوماتي لم تكن لغتها العبرية يعني مضبوطة ولا متحدث بها في أي دولة. الجميع يعلم أن اليهود كانوا مشتتين في الأرض وكانوا يتكلمون العربية، يعني كانوا يتكلمون الدارجة في المغرب والعربية كذلك، وكانوا يتكلمون الفرنسية في فرنسا والألمانية في ألمانيا، ولكن قبل نشوء دولة إسرائيل
بسنوات تداعوا إلى لغتهم وجمعوها من التراث الذي بقي عندهم سواء مكتوب أو شفوي، وكونوا منها لغة واعتمدوها رسمية وحيدة ودرسوا بها الابتدائي والثانوي والعالي والبحث العلمي وتواصلوا بها مع العالم ويصرون على استعمالها على الدوام. فلهذا فنحن نتساءل ما لها اللغة العربية؟ أين هي مشكلتها؟ لا بد أن نتساءل، لأنه في معركة الحضارات لا بد أن ننتبه إلى الهجومات. الهجومات ما هو الأساس ديالها؟ ما هو الأساس المنطقي ديالها؟ ويجب أن لا ننسى أن اللغة العربية لم تواجه فقط في نطقها ولكن وجهت كذلك في حروف كتابتها. وتعرفون أن محاولة كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني هي قديمة في الشرق، وتنقل نكتة عن واحد من علماء الأزهر فيما أذكر، سأل هذا الباحث الذي كان يريد أن يدعو إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية، قال له: لماذا تريد أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية؟ قال: أريد أن أعممها. قال له: بل تريد أن تبرنطها. فذهبت تعرف عمم يعمم، هي كذلك معنى العمامة، والبرنطة هي اللي كانوا كيديروا النصارى ديك الساعات. هذا الشيء تشد. ما لها اللغة العربية؟ هل اللغة العربية تحدث مشكلة بالنسبة للغة الأم؟ بل على العكس، اللغة العربية الدارجة، هذيك راه عربية دارجة، هي لغة وسيطة بين اللغة العربية يعني الرسمية والكلاسيكية وبين ما يتكلمه المغاربة. أعطيني يا ماما شربة ديال الماء، أعطيني يا أمي شربة ماء، كيتعلمها شوية بشوية بشوية وإن كان من الضروري. فأجود الناس في كلاما باللغة العربية هم الأمازيغ، حتى هم الذين لم يتعلموا اللغة العربية يتعلمونها مباشرة في المدرسة فيكونون أجود الناس يتقن بها. وعلى كل حال معروف عندنا، حين أخطئ الذي بدأت حياتي باللغة الدارجة الذي يصح أخطائي في اللغة العربية هو السباحة. أتمنى أن لا تكون أخطائي فيها اليوم كثيرا. ولا بد من اللي تنسمعوا الكلام يهاجم اللغة العربية. لماذا نهاجم اللغة العربية؟ مع أن اللغة العربية لغة كريمة. اللغة العربية عمرها ما تصطدمت في لغة. انظروا إلى إخواننا الأمازيغ عبر قرون وهم يتحدثون بلغتهم ويكتبون بالعربية ويعلمون العلوم الشرعية بالعربية والقرآن الكريم بالعربية دون أن يحدث عندهم أي اضطراب. وفوجئت البارحة وأنا أقرأ كتاب الأستاذ الفرنسي قال: ما تأسس الليسي ديال أزرو وجاءوا الأعيان باش يقريو في بلادهم اللي هما ساكنة المنطقة اللي هما أمازيغ، ساءهم أنه ليس فيها برنامج اللغة العربية، ليس فيه برنامج اللغة العربية، وطالبوا بذلك. وقال: وهنا تحولت المؤسسة عن هدفها الأصلي الذي كان يريد أن يكرس الفرق بين المتحدثين باللغة العربية والمتحدثين باللغة الفرنسية، فعمم اللغة العربية، عمم اللغة العربية. فهذه واحدة من اقتصاد وحدات أمتنا. ألا تذكرون أن جد هذه الحسن الثاني رحمه الله كان يصر على 5 ركنيات للأمة المغربية: الإسلام واللغة العربية والإسلام والملكية الدستورية والوحدة الوطنية ومذهب الإمام مالك واللغة العربية. وربما هذا الكلام قد يكون اليوم بعض الأشخاص يقولون هذه لا تفهم مزيان، ماشي معناه أن هذا الشيء وحده، لا، ولكن هذا هو الإطار الذي فيه يجد الجميع مكانه بدون تضايق، ولكن يحفظ للأمة وحدتها وهويتها ودورها التاريخي الذي قام به والذي هي مطالبة أن تقوم به. وبمناسبة زيارة سمو أمير قطر غدا إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله إلى بلادنا، نزل قطر المرة الأولى، قال للأب ديالو
من لنا نحن بعد الله إلا إخواننا المغاربة. هو عنده وعي في نهاية الجزيرة العربية بالدور الذي قام به المغاربة عبر التاريخ للدفاع عن شيء اسمه الأمة العربية والإسلامية. وإذا كان من الضروري فسوف نقولها. إذا تحدثنا بغير اللغة العربية بالدارجة وجعلنا هي اللغة الرسمية مثلا. أنا أجمع لكم الآن رجلين نضنا وسي تويجري قدامكم. نهضر أنا بالدارجة ديالي ويهضر هو بالدارجة ديالو. إلا تفاهمنا ولا فهمتوا أنتم شي حاجة عليكم أمان الله. لكن هو يبذل مجهود ويتكلم باللغة العربية وأنا أبذل مجهود ويتكلم باللغة العربية التي تعلمناها جميعا بالإضافة إلى الدارجة التي تعلمناها في بيوتنا وفي أسواقنا والتي لا حرج من كلامها لأنها ليست أبدا خصما للغة العربية وليست الأمازيغية خصما للغة العربية وليست الفرنسية خصما للغة العربية. إحنا في الجامعة كان التوجه نحو تعريب الجامعة أوقع يعني وقعت مقاومة. لما وقعت مقاومة قلنا فيها خير ولما ملي قلتوا البكالوريا يبصوا في الجامعة الفرنسية هذاك الشيء غيعاونهم باش يتمكنوا من واحد اللغة اللي كنعتبروها مهمة وهي موجودة في الحياة ديالنا وعندها أنصار واش تيقولوها ولا تيخبيوها ولا الله أعلم ولكن المهم عندها أنصار شرسون ونافذون ولهم مكانة كبيرة لابد من أن تكون الأمور واضحة. فاحنا ما اعترناش بالإنجليزية والإسبانية نحن مع هذا التعدد اللغوي الذي يكسبنا مهارات وكفاءات وقدرات على التفاعل مع العالم والدفاع عن قضايانا وحدتنا الترابية وإن كان ولا بد في اللغة الإنجليزية لأنها اليوم إذا خرجت من المحيط المعين فإنك إذا لم تكن تحسن اللغة الإنجليزية لا تجد أحدا يتفهم معك. معشر السادة حنا قبل ناس الأحرض الليل قلنا إحنا المغاربة حسنا إلى شاب نادر الكهرب ولا قلنا عليه نادر كي يتخبى ولكن لا تواجه معاه كي نظلم. أنا سمع وكل شيء كعب هذه هي اللغة العربية صلى الله عليه وسلم.